ساعة وشوفا جماعة كنت بالمكتب قالوا مولانا اجت شاحنة وعليها صخرة ويردونك انت. جيت انا لهداي الصخرة قلت لهم منين؟ قالوا من المكان اللي قبل 3 سنين شوية اقل انت جيت اخذت صخرتين قلت لعد الامام الرضا ناقبين من بعد 28 شهر او 30 شهر. شوف ايش كثر فاتوا ولاقين صخرة. ذاك اليوم رئيس المعدن مسؤول المعدن صاحب المعدن اللي موجود هناك قال عمي هذا الصخرة لا تجيسونه، هذه قلبي هاويني أوديه للإمام الرضا. جابوها نزلوها شافوا القياسات شوي أقل تطلع، يعني بدل 225 سنت أو 25 سنت الطول مالها تطلع 2.5 متر أو تطلع 2 متر، العلو والارتفاع مالها مثلا 185 تطلع 160، العرض نفس الشيء منين ما تكضها فد كم سنت تطلع اقل. يقول جيت لهم قلت لهم عم على كيفكم حفوها، تعرف هاي يكون يشيلون طبق طبق منها، هذا طبق منها. يقول انا ما ترست عيني اول لانه قلت هسه يقولون للقياسات قليله قصيره ما توصل. يقول وقفت انا انادي واناجي في باب المصنع اللي عندنا اياه للصخور للحرم الحجر. يقول ساعة وشوفا صارت الصيحة فوق 20-30 عامل عندي وكلهم أخصائيين كلهم أهل صلاة ليل أهل إيمان، صارت الصيحة قالت هاي هم طاحت عليهم حتما يوكتلت لها أحد يسوي. يقول كم مرة خذين المستشفيات كم واحد منا ومنا. يقول إجوني قالوا يعتون بي عت جري جروني وأنا ما أريد أروح. قلت لهم مات؟ طيب كم واحد انجرح؟ يقول أنا أحجوهم ما يبجون. لما ما جيت وأشوف الناس دول الخدم كلهم واقعين على هاي الصخرة قلت لهم يا عم ايش صاير؟ قالوا تعال شوفها. لما كشف لي عن وجهها وإذا بها مكتوب يا رضا يا رضا. يقول حانت مني التفاتة قلت لهم زين روحوا جيبوا لي الأخصائيين في التربة أخصائيين في الحجر. يقول إجا قال لي مولانا هذا الحجر لا يقل عن 1,100,000 سنة عمره. هاي شايف خذوا الجماعة. قلت لهم زين أنا طلعت روحي مثل ما يقول يلا شفت هذا الشيء رجاء أريدكم تجيبون لي من فرنسا ومن ألمانيا ومن مكانات أخرى. جابوا من بلدين أو 3 نفس الشيء لا تقل عن 1,100,000 سنة مكتوب عليها يا رضا. إذا قبل ولادة الإنسان قبل ولادة آدم اللي 17,500 أو 15,500 عام، إذا قبل الإسلام قبل الأديان إن الله سبحانه وتعالى ادخر صخور قبورهم بهذه الطريقة فمن هم؟ يا هذا الإمام الرضا اللي نحكي عنه شلون نعرفه؟ من أي باب نعرفه؟ نعرفه لأنه المأمون اقتلى؟ نعرفه لأنه شالوه من بيته وخذوه هناك؟ نعرفه لأنه الإمام موسى الكاظم يقول أحبذ أن تكون صلاتي خلف ولدي للظهر. والله شلون تحطها؟ أكو مهندس المرحوم الشيخ الهمداني أخو المرجع الموجود هسه الهمداني هو ذاك هم مجتهد آية الله يقول جيت ركبت الباص وطلعت من طلعت 2 اكو قدامي راكبين. قال له شنو شغلك؟ يقولون السفر ينقطع مثل ما يقول بالسوالف بالحكي بالدردشه. قال له انا والله عندي تكان محل بقاله عندي. وسأل قال له انت شنو شغلك؟ قال له انا دكتور من المانيا. قال له ايش جابك؟ قال له الجابك جابني. قال له شنو؟ قال له عندي زوجتي تمرضت زوجتها ألمانية 3 شهور تمرضت فحصنا عليها وإذا بها المرض الخبيث. عندي صديقي بأمريكا دارسين إحنا سوا أيضا بأمريكا ما أدري بألمانيا. يقول إجا أخذت له إنه سافرنا على أمريكا ظلينا كم شهر شاف التقارير وأخذ هو هم بعض الأشياء. قال لي هذه شهر أكثر ما أخذها عمر. لماكم النا منا للصين للهند كل شيء عندهم بعته يقولوا ما نتج. فبالتالي
يقول أنا قلت له زين شطيها تأكل إيش قال لي بس استكانة حليب أو كباية حليب تطيها قلاص حليب هذا أكلها أكثر شيء لا تطيها لأنه تنأذي إذا تطيها أكثر أكل أذيتها تصير أكثر. يقول سبحان الله ذاك اليوم رحت أجيب الحليب شوي بطيت أبطأت بالرجعة فمن جيت لقيت مرتي تبكي قلت لها قالت لي والله أمك خبرتني قالت عندنا طبيب اسمه الإمام الرضا هذا لا يطي دواء لا يضرب إبرة لا يسوي عملية بس يطي شفاء أريدك تأخذني إلى بلكة تصير زينة. قلت لها أنت تعرفين إمام رضا شني؟ قالت لي أنا هم سامعة بس ما أدري شني هو أكو مشفى أكو. قلت لها يلا قل قطعنا التكيت وطلعنا من هناك وعلى مشهد والوالدة مجهزت لنا وطلعنا على الإمام الرضا عليه السلام قبل. يقول من دخلنا حجابها ضبطتها أكثر أمورها ضبطتها أكثر خليتها بالصحن واحد من صحن الإمام واحد منهم. يقول قلت لها أنت هنا لما ما أنا أروح أنا وأجي شوية. يقول رحت أنا قابلت الظلي قلت له مولاي مولاي تدري جايب من أنا جايب واحد هسم آمن بيكم فأتخجلني أنا من شيء أنا مخربط لكن من شيعتكم من محبيكم فلا تخليني أخجل أدهاي الأجنبية حتى إذا أنا ما عندي كرامة كرامتكم أوسع. يقول أنا بحكي هيك بدر مني أنه شلون أقل حتى يقبل مني قسمت عليه بضلع أمك فاطمة لا تخيبني ولا تردني يا غريب الغرباء يا أدركني يا علي بن موسى أدركني. يقول أغمي علي ما فهمت على نفسي إلا وأنا يرشون على وجهي شوية ماي زين يرطبون وجهي بالماي. التفتت وإذن الخدم عندي قالوا بويش عندك قلت لهم أنا وين قالوا أنت هنا قريب من الضريح وطحت فجينا شلناك شبيك عمش عندك قلت لهم خذون العد الصحن الفلاني ايش عندك هناك قلت لهم زوجتي جايبها مريضة وصلت ما لقيتها ما بيها تقوم شخذاها شيابها شوداها. يقول ثاري هي همة قائمة تفتر. يقول لما ما من بعيد شافتني وشافت الخدم عرفتني اجت انا قلت لهم هاي زوج قلت لها شيل شلون قمت شلون تقدرين تمشي قالت بس رحت انت طبيبك هذا قلت لي اسمه رضا الإمام الرضا جاء إلي طبيبك وجاء وبيده قدح من الماء رشقه علي ثم قال اشربي قولي لزوجك كل ما يأتي أهلا ومرحبا به. أي ضيف ليجيبه وياه أي واحد عنده حاجة يجيبه وياه إحنا بخدمته خاصة نحن لا نخيب شيعتنا يا سيدنا انظر إلى عراق أبيك الحسين وأمير المؤمنين. شلون بالله تخلينا هيك يعني ماكو غير الدم سيدي ومولاي. يا أبا يا محمد الجواد يا أبو محمد شوف الحال نشكيك. قلت له ايش سوى بعد قالت ثم قال لي بس قولي لكن قولي لزوجك اذا دنا من ضريحي او اراد ان يطلب مني شيء لا يقسم علي بضلع امي فاطمه ان هذا القسم يؤذيني يقطعني يا قلبي. سيدي والله من الضيم والغم والغم لا ندري ماذا نقول. سيدي شلون يعني ثالثة شنو قال لقولي له إذا كانت له حاجة فليقسم علي أو فليندبني بولد الإمام الجواد. يا جواد لا إما أدركني يا جواد لا إما أدركني يا جواد لا يا جواد لا إما أدركني يا جواد الأئم يا جواد الأئم أدركني يا جواد الأئم أدركني. بعدك قصة هم أقول لك بيها حتى شوية قلبك يصير مع إمامك. كان رجل وامرأة اثنينهم معلمين
يقول يضمون شوية حواعدهم مثل من معاشهم حتى يروحون لعد الإمام الرضا، عندهم أطفال، ركبوا الباص اجوا يروحون لعد الإمام الرضا. أول الثورة كانت ظاهر بإيران، وكانوا مشددين على سالفة المخدرات والكذا. هذا أبو الباص كان يوزع، فخاف رأسا شيل اللي عندك حطه وين؟ بجنطة هذا الرجل بالمعلم، جنطة المعلم. يقول كشفوه لأنه كانوا عندهم علم، يقول ما خلوا جنطة عندنا إلا وفتشونا. وصلنا لعد مكان تفتيش، فتشوا لقوا، قالوا له هاي شنو؟ قال والله ما عندي خبر، أنا رجال معلم وزوجتي معلمة. يقول شافني هذا السائق ضربني راشدي مثل ما يقول كف، بحيث أنه يعني أذاني حيل. فالمرة بكت الأطفال، قلت لها لا تخافين، إحنا رايحين لعد غريب الغرباء، إذا هو ما ينجيني جاي ولا ينجيني، لكن أنت من ترحين هناك أكو دعاء سمعته يقول يا ضامن الغزال. العجم يقولوا له يا ضامن آهو، يا ضامن الغزال اضمني. أنت من ترحين هناك قلي له يا ضامن الغزال اضمن زوجي، أريد ضمانة منه. يقول إجا بتت ليلة، بعدني قبل ما أنام وقبل ما يصير المبيت، إجا الحاكم شيخ أو سيد معمم، قال لي شيني؟ قلت لأبوي الله محمد وعلي، ما لي خبر. قال لي بكرة أشوف، والله إلك خبر يوم ما إلك خبر، وراح مو بذا كل شي اسمه. يقول هذه المرة وين إجت؟ إجت حد ناحية الظهر الشباك، شباك الإجابة، ما راحت للشباك، بعيد عن الشباك، تقول له شلون أجيك، أخجل منك، لكن سيدي ومولاي أنت تضمن الغزال ما تضمن لزوجي يجي يزورك. ساعة قبل صلاة الصبح الظاهر أو صلاة الصبح صارت ما صارت، يقول اثنين من الخدم ويجون يسألون الزوار، واحد يقول لعد واحد لا، الإمام قال بهاي الجهة، ويمشون هم يسولفونها. قال له أنا شفت الإمام وإذا بي، قال لي واحد زوجته هنا وهيك سووا بي، واللي خلى المواد هذه المخدرات السائق مو هم، وهذا خطيئة، هم من ضرب وهم هسه، فلا تخجلوني فإن زوجته تناديني بأمي فاطمة. قل لي إذا أمك فاطمة الزهراء هيك انظلمت ترضى إحنا بزيارتك ننظلم هيك وما تفكنا؟ ويقل له الثاني، قل له إيه والله هكذا رأيت. يقل له زين شو نسوي سيدي اشتامرنا؟ يقل له أول شيء ترحون تطون ضمان، تقل له لا مو إحنا جايين نضمنك، الإمام الرضا وكلنا بالضمانة، وتجيبون ذاك وتأخذون منه وتشوفون الحق وين. الشيء الآخر قبل هذا كله، ذول الأطفال والمرأة بعد ما متعشين، تأخذونهم لعد مطعم الرضا بالحرم، أول شيء تكرمونهم تطونهم، لا تخلونهم يطلعون معه، أنتم لحالكم ترحون تشوفون القاضي اسمه فلان، قل للإمام الرضا يسلم عليك. خاف أرعبت البارحة زائري فاعتذر منه. يقول يجون هذول الخدم، مجموعة من الخدم يجون ساعة، وإذن يدخلون على السجن أو على المكان اللي فيه، يحجون ويا القاضي، يقولهم زين خلنا جيبنا هنا، يقولون لا إحنا كنا نروح لهذا مو إنسان عادي، يدخلون عليه يقولهم شاء اسمحوا لي أنا عندي شغلة ويا، فأمامهم ينزل على ريلة يبوسها هذا هو وعمامته وكذا، يقول له أريدك بس تعذرني، خاف البارحة لما قلت لك باكر يبين، أريدك تعذرني من هذه الكلمة. يقول لهم إيش صاير؟ يقول له الإمام ودانا أن نضمنك. يقول بيتش هذا، قالوا له أنت ليش تبكي؟ قال سبحان الله أنا أخذتها لأهدي على عائلتي، قلت حتى لو أموت هنا، حتى لو أنضرب، لو ينكتب لي السجن ما عندي مشكلة، لكن هل قد هذا الإمام غيور وهل قد هذا الإمام لطيف؟ السلام عليك يا سيدي ومولاي. زين حتى بأعدائه لطيف، ذول كانوا يأذون، راد المأمون راد يقتلهم، يقتل واحد منهم حتى عودة يصير عبرة للآخرين، فالإمام يوصي يقول له لا إنسان جاهل وإنسان ما أخذ ممكن العوز أو الشيء، يقول له ذاك شي، يقول له من يشوف الإمام يقول له سيدي
أيها الخليفة لا تسمعه فإنه يفتري علي. رد علي المأمون قال لي صحيح، أنا كون ما أسمع عنه، لأنه هو يقول لك كون أخلي سبيلك. وانت الإمام سلام الله عليه صارت حوادث، صارت أمور، بحيث أنه بعض الأحيان يقولون يأتي للمأمون يقول له ألم تكن مسلما وتقر بشهادة محمد رسول الله بعد التوحيد؟ ليش تأكل هذا الحرام؟ ليش تشرب الحرام؟ ليش هذه المظالم اللي عندك؟ قال له ما يصير. متعرف قال له ليش ما يصير؟ ألم يحكم رسول الله في أمته؟ ألم يحكم علي بن أبي طالب في أمة رسول الله؟ ليش هذا العبث اللي عندك؟ يقول حتى أنه يسأل عن الإمامة، يسأل عن الأمور، فيتبين على أنه لا، شاف الأساس. قال هذا أمر لا يغيره أحد ولا يتغير، لا بموتي ولا بموت الآخرين من آبائي وأهلي وأولادي، هذا الأمر مستمر، أمر لا بد من أمر إلهي هذا. زين، فيقول الإمام لما جابوا منك 7 أشهر كان مغلولا بالسلاسل، وكان ذلك بأمر المأمون. يقول أبو الصلت الهروي ذهبت إلى سجانه سألته عنه، قال والله لم يكن إلا ساجدا وراكعا. ثم ماذا قال؟ ولقد أودعه في دار السباع مرارا لتأكله السباع فخضعت له، فخشى أن تكون فتنة حتى عندنا نحن السجانين، فأطلق صراحة. الإمام سلام الله عليه بالطريق أكو أشياء حدثت، ماكو بالأسف الشديد وقت، زين، لكنما يقل عد الخادم ما، لأنه أكو طريقين بهم يقولون بماء الرمان، عصير الرمان سمم الإمام، وبهم يقولون بعصير العنب أو في العنب، يخلي الخيوط اللي عنده يلضمها بالأبر وينتغعها بالسم، ويخيط العنبة، يعني يخلي الإبرة بالعنب منها حبة العنب ويطلعها حتى يكون هذا السم داخل في العنب. فقال لا أريد أشوفك، بهم يقولون هو إجا للإمام، بهم يقولون لا دعا الإمام فجاء إليه. العصير العنب كان موجود، عصير الرمان كان موجود، بهم يقول قال له اشرب، قال لا اعفني أنا ما مو على، قال لا بد من أن تشرب، تريد أن تتهمني؟ تريد تتهمني أنه أريد سمك أنا؟ فالإمام يقول أخذ له شفة، وفي رواية أخذ له حبة أو حبتين من العنب. ثم قام الإمام بعد بدون ما مثل ما يقول يعني يقول له أنا، قال إلى أين؟ قال إلى المكان الذي بعثتني إليه. لكن يقول أبو الصلب، يقول لما ما طلع الإمام شوية قعد مشينا كم قدم، والعجيب العجيب يقول الإمام الحسن سمم يومين ظل أو 3 أيام، الأئمة ذولاك ظل، يقول هل قد هذا العنب أو هذا السم الذي سقي الإمام الرضا عليه السلام كان قويا بحيث لم يبق فيه إلا سويعات؟ زين، كان في صحن الدار يقوم ويجلس، يقوم ويجلس، يقعد ويقوم ويصيح، وولداه وجواداه وقريباه، إلى أن يقول أبو الصلت خرجنا من، فرأيت الإمام أيوى سيداه وغريبا. شو سوى الإمام؟ يقول وضع عباءته على رأسي فانكسر قلبي. ليش؟ قلت هذا اللي يحط عباته على رأسه مثل الإمام شخصية بهيت شيء، هذه تنبئ عن حزن وعن ألم كبير وكثير. شنو هذا الألم؟ هذا اللي يكون مثل شخصية الإمام ويضع العباء على رأسه، هذا شعار أنه هذا المظلوم ليس له من يدافع عنه، ليس له رجال ولا عشيرة ولا إخوة يذبون عنه. حتى أتينا إلى ما يا الدار، فكان على فراشي يجول في يجود بنفسه على فراشي. ياهو اللي يخبرها له، ياهو اللي يقل عدها له. يقول أنا كنت مع الإمام
ساعة وإذا بالباب انفتح وإذا به شاب قلت من الذي أتى بك وكيف دخلت علينا قال أنا جواد الأئمة جئت لزيارة أبي لما سمعته يناديني طويت لي الأرض طيّا حتى يقول أخذه بحجري احتضنا ولدا واحتضنه الجواد صار بعد يقول إلى أن صار الظهر أو بالليل صار يمتى صار موعد العشاء والغداء قال له اجمع جميع من بالبيت من الخدم ومن الإماء اطعمهم كون كلهم يأكلون وأشوفهم قال له سيدي من الذي يأكل وأنت بهذه الحالة يقول شوي عاد الإمام تعدل في فرشته قال أنا قاعد بس جيبهم يقول والكل يبكي على إمام زماني والإمام سلام الله عليه يتخلل تارى ويحمد تارى إلى أن قاموا من المأدبة يقول قال خذوني إلى غرفتي فبكينا جميعا وكان الإمام ولده عنده وإذا به يقول بني أوصيك وأقلدك مقاليد الإمام أوالع على الرضا من عدى الرجلية وويلة تشاخد ويل قلبي واسبليدي أمام روح خلصت ما ظل نفس بي يقول حتى أيها الموالون أيها المحبون مد رجلي أسبل يدي أدار بمن كان حاضرا عند بعينه ثم أغمض عينيه أيوا غريبا أيوا إماما قائلا السلام عليكم يا رسل ربي السلام عليك يا جدا السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا جدتا ثم أدار بعينه بعينيه وغمض عينيه أيوا مسموما ثم يقول أطبق فاخ أيوا إماما وفاضت روحه الطاغرة يا بأثار ما تولي وفرق البيا نغض عنا الجواد وجذب والنم حزين وعقب بوغ النوح فن بعد ما شفنا ومن فرغ منا اجوا اغل البلد كل غم حزنين يا ويل شلون صارت يا ويل شلون ضجة صارت بطوس جت الناس مستلطم على الروس الله وياك يا شمس الشموس رحت واحنا بعد نورك مظلمين يقول بأبي وأمي وكانت السيدة فاطمة السيدة فاطمة المعصومة أخت الإمام الرضا جاءت من المدينة مع قافلة غايا فلما وصلت إلى قم ورأت ما رأت من الأحزان فحنت وأنت تعنت ليوم القلب ملغوف وما أخذها على خوغ الوجل والخوف أولي قبل ما ليه توصل قامت تشوف الناس تنوح وعلى الروس تلطم صاحت ليش هذا البلد مرجو وعلى اليمن بيق الوادم ينوحوا صاحوا سموا بيوم محمد المامون
وقضى نحبة غريب الدار بالسام هوت للقى من سمعت بخوغه ما تبطوس والوادم لفوغه ياي والله غدا ويبجون يا محوحايا حتى يقولون تقول من العزن قلبة خريسان لفتنا للقبور بثياب الأحزان والله بس حسي يا أي أمان ظل مطروح عريم يا ظل بكربلا وعلى أحلى الإخيت لو عد أخوان تعيش مدلل وما يوم تنغم يا أيام كان تقومني وتقعي يا يد عليم ولا تحسب دهرش كان ما كان أفاطم ولا وخلت الحسين مجدل وقد ما تعاد شانا بشط فرات إذا لطومت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين فيل وجناتي أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي يا يما يا يما حسين خي ذابحين يا يما حسين خي معطشين يا يما حسين خي معطشين يا يما صرت انا بقلبي وحزين افتش على الاولاد اللهم بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد واله واحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا ارنا الطلع الرشيده الآية الكريمة نقراها لقضاء حوائجنا تعديل أمورنا خاصة الوضع اللي عندنا إياه بالعراق اللهم يسر ولا تعسر اللهم سدد برحمتك يا أرحم الراحمين بحق هذا الإمام المظلوم الإمام المسموم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أمن يجيب المضطر إذا دعاه إلهي بغريب الغرباء بعلي بن موسى الرضا بشمس الشموس بالمدفون بأرض طوس إلهي يسر أمورنا واقضي حوائجنا واحفظ مقدساتنا خاصة في النجف في كربلاء في الكاظمين في سامراء في العراق في لبنان في إيران في أفغان في الخليج في الحرمين الشريفين في كل مكان من له حاجة قلدنا الدعاء شفاء المرضى فك الأسرى أموات الحضور تعجيل الظهور رفع الهم والغم عن بلادنا عن مقدساتنا اللهم نسألك وندعوك
جميع أمواتنا خاصة من مات على الولاية في كل مكان، أن تجعله مع محمد وآل محمد وبولاية الإمام الرضا عليه السلام. اللهم احفظ مراجعنا، احفظ حوزاتنا، احفظ جامعاتنا، احفظ شبابنا، احفظ فتياتنا، ناموسنا، بيوتنا، هذه المراكز، مراكز المهجر، هذا المركز الشريف بأهله، ذوي حضوره، قوامه، خدمه. اللهم يسر ولا تعسر. هذه الليلة إن شاء الله تكون ليلة مقبولة في دعائنا وفي مجلسنا عند الإمام الرضا عليه السلام، فنتصدق إن شاء الله في هذه الليلة لحفظ وسلامة قلب صاحب العصر والزمان بما يمر عليه من المحن والآلام والأحزان، فبالنبي وآله إلى روضة جميع الأنبياء والأوصياء والشهداء، حفظ حشدنا، جيشنا، حفظ أمتنا، حفظ شبابنا، حفظ الكل، بالنبي وآله. رحم الله من يقرأ مباركة وتحية على روح إمامنا سلام الله عليه الإمام الرضا عليه السلام، سألني الله سبحانه وتعالى أن تجعل هذه الفاتحة مفتاح خير وقضاء حاجة. رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.